وحول هذا الموضوع أيضا معنا عبر الهاتف من القاهرة الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد عطلة. دكتور، باعتبارك خبير في القانون الدولي، ما هو تعليقك على الجانب القانوني للتفاوض وأيضا دفع فدية لجماعات إرهابية مثل الذي أقدم عليه النظام القطري، وكما تعلم تجرمه القوانين الدولية كما تابعنا في التقرير السابق؟ بداية لابد أن نذكر أن القانون الدولي سواء في المواثيق والمعاهدات الدولية قد جرمت ودفع أي فدية للجماعات الإرهابية، لأن ذلك يتناقض مع مكافحة الإرهاب. فقد صادق مجلس الأمن في 2009 في دورته رقم 6247 على قانون بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، كما أقرت جامعة الدول العربية في اجتماع وزراء العدل العرب منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية. كذلك دعا مجلس الأمن في 2014 إلى لعدم دفع الفدية لخطيف الرهائن وعدم تقديم تنازلات سياسية. إذا الدفع هنا يكون تنازل سياسي أو دفع فدية مالية، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من موارد الجماعات الإرهابية ويشجع الجماعات الإرهابية على تكرار مثل هذه. إذا دكتور، كيف يمكن أيضا الحد من هذه السياسات الهدامة التي يتبناها النظام القطري التي تؤدي في النهاية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة على مستوى عام؟ تمام. على قطر إذا وأي دولة أخرى إذا ما تم خطف بعض الرهائن من هذه الدول عليها أن تلجأ إلى المسلك القانوني من خلال المنظمات الدولية، والدولة وهي العراق كان يجب على قطر أن تخاطب العراق، لأن الجيش العراقي أثبت بكل شجاعة تحرير رهائن قصر دون دفع أي فدية ودون تقديم أي تنازل سياسي، لأن دفع الفدية له أثر سلبي على الدولة، ويعتبر ذلك تدخل في الشأن الداخلي لدولة العراق، وله أثر كذلك في تشجيع الموارد التي تدخل إلى خزانة الإرهابيين، مما يشجعهم على تكرار مثل هذه الأفعال ويقوض جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب. وهنا أضيف أن من حق دولة العراق أن تتقدم بشكوى للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كون قطر عضو في هذه المنظمات، حتى يمكن لهذه المنظمات أن تتصدى لمثل هذه التصرفات وأن تصدر قرارات إدانة للحكومة القطرية لعدم إقدامها على مثل هذه التصرفات مستقبلا. لأن هذه التصرفات لا تشجع على مكافحة الإرهاب، بل بالعكس هي تشجع على زيادة العمليات الإرهابية. إذن من القاهرة الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد عطلة، شكرا جزيلا لك.